هذا ربنا المحبوب. الحلقة الثانية. أخبروهم أنه أولى بأحدهم وأرحم من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وأن رحمته بهم سبقت غضبه، وأنه أقرب لأحدهم من حبل الوريد، وأنه لله وأنه إليه راجع، وأن رجوعه رجوع المملوك إلى مالكه، والعبد إلى سيده، والحبيب إلى حبيبه. أخبروهم أن الموت تحفة المؤمن، وأن الله تعالى خير مذهوب إليه، أن له مع الله تعالى موعدا يحاضره فيه محاضرة، وعن جلال وجهه سبحانه وتعالى يكشف له ويحل عليه رضوانه إحلالا. رغبوهم في الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه، وأنه في انتظارهم، وأنه لا يعاجلهم بالعقوبة، إنما يصبر ويحلم، يمهل عصيهم ويقبل من وافدهم، وأنه لا يرد أحدا على ما كان منه، يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. خوفوهم صوت غضبه وعقابه، فعلى قدر الخوف يكون الفرار إليه. حببوهم في خالقهم ومالكهم ورازقهم وولي نعمتهم، فعلى قدر المحبة تكون الطاعة والإقبال والاجتهاد وملازمة الباب. وجدير بمن عرف كل هذا عن ربه تبارك وتعالى أن يذكره، فلا ينساه أبدا، وأن يطيعه فلا يعصيه أبدا، وأن يشكره فلا يكفره أبدا. جدير بمن عرف ربه تبارك وتعالى أن يدأب في طاعته، ويستقل عمله وعبادته، ويرى أنه وعبادته لا شيء، وأنه لو أتاه بعمل الثقلين إنسهم وجنهم ذكرهم وأنثاهم من لدن آدم عليه السلام حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لأتاه مقصرا، وأنه لو خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة، وأنه لو سجد له على وخز الشوك ومحمل الإبر لم يبلغ العشر من معشار نعمته، ولا عشيرا ولا عشرا من العشر، وأنه لو كان له بكل منبت شعرة لسانا يبث الحمد بكل لغة كان مقصرا. هذا ربنا الذي به نفخر ولعبوديته ننتسب.